بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة من هنا من رياض الجنة، في روضة من رياض الجنة، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وكما لاحظتم، هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وهذا هو المحراب النبوي، في موضعه كان محراب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضائل كثيرة، منها أن هذا المنبر على حوضه، نسأل الله عز وجل أن نشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم بني في السنة 8 من الهجرة، واحترق بعد ذلك، ثم عوض عنه بهذا المنبر. وعلى ما أذكر أنه مبني في عهد الدولة المملوكية، والله تعالى أعلم. ومن فضائل هذا المنبر أنه على ترعة من ترع الجنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أيضا أن قوائم منبره على ترعة من ترع الجنة. وهنا محراب النبي صلى الله عليه وسلم وموضع صلاته، على يمين هذا المحراب موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا اليوم الأربعاء للثلاثين من شهر شوال لعام 1440 من الهجرة النبوية الشريفة. لحظات إيمانية يعيشها الناس هنا في هذا المكان، في هذه الجنة، ما شاء الله تبارك الرحمن. نسأل الله من فضله العظيم يا رب، اللهم في هذه اللحظات أكرمنا وأكرم من يشاهد هذا المقطع، ويسر لنا الخير حيث كان، ورضنا به. اللهم في هذه اللحظات أعطي كل واحد منا سؤله يا رب يا كريم، أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا يا رب يا كريم. نلاحظ في هذه الأيام خلو المسجد النبوي الشريف من الزوار، ففي هذه الأوقات تخف الزيارات وتكثر بعد شهر تقريبا. لقرب الزوار ممن يأتي قضاء فريضة الحج، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم هذه السنة حجا مبرورا، وأن يجعل سعينا سعيا مشكورا. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.